اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه معاكم مع فقراتكم المميزه ويكاند. ونجمنا النهارده واحد من اهم نجوم الالعاب الفرديه وتحديدا لعبه السباحه، وهو علي خلف الله، اللي كان شعاره ويكاند وهو بيحقق انجازات خلته في قائمه رياضيين اصحاب الانجازات بالرياضه المصريه. علي خلف الله كان شعاره وكان هو بيقدر يحقق ويشرف مصر ويحصل على تأشيرة التأهل للأولمبياد طوكيو 2020 رسميا بعد ما حقق الرقم العالمي في منافسات بطولة العالم اللي بتستضيفها كوريا الجنوبية حاليا. وبشعار وكان خلف الله نجح في تحقيق زمن قدره 21.98% في نصف نهائي السباق ببطولة العالم عشان يكون أول سباح مصري يتأهل في أولمبياد طوكيو. بنفس الشعار كان خلف الله تأهل أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل عشان يواصل تشريف اسم مصر في أكبر المحافل الدولية. تعالوا معنا نشوف تقرير عن نجمنا النهاردة ونرجع مرة تانية. يدخل علي خلف الله في قائمة الرياضيين أصحاب الإنجازات كونه أحد نجوم لعبة السباحة الذين استطاعوا فرض اسمهم على الساحة الرياضية من خلال إنجازاته وأرقامه المميزة. وتأهل السباح المصري علي خلف الله إلى أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان رسميا بعد تحقيقه الرقم العالمي في منافسات بطولة العالم التي تستضيفها كوريا الجنوبية حاليا، حيث نجح خلف الله في تحقيق زمن قياسي في نصف نهائي السباق بطولة العالم ليكون أول سباح مصري يتأهل إلى أولمبياد طوكيو ويواصل رفع اسم مصر بالمحافل الدولية. علي خلف الله بدأ في عامه السادس ممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي بصحبة شقيقته، وبدأ من المستوى الأول حتى نجح في عبور عدد من المستويات سريعا وتخطى 7 مستويات في فترة قصيرة، وهو ما لاحظه مدرب الأهلي وقرر تجهيزه للدخول في فريق السباحة. وحدث الأمر بالفعل، ولعب في بطولة الجمهورية ونجح في تحقيق ميدالية ببطولة الجمهورية في سباحة الظهر والحرة، مما تسبب في تأهله للعب في بطولة دارمشتاد عام 2007 وكذلك بطولة سلوفينيا وسندلفنجن. بدأ علي خلف الله في رواية حكايته الناجحة في التأهل للأولمبياد، حيث اعتبر هذا الحلم أصعب اختيار واجهه في مسيرته، وكان يتدرب صباحا ومساء مع كتابة هدفه في كل مكان حوله، سواء على الحاسب الآلي أو الهاتف وأيضا الأجهزة الكهربائية بالمنزل، حتى نجح السباح المصري الشاب في خطف بطاقة تأهله إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتي أقيمت بالبرازيل، وعاد وانتزع تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتعد أبرز الإنجازات في مسيرة علي خلف الله أيضا هو الرقم المصري المسجل باسمه في 50 متر حرة، حينما فاز بالميدالية البرونزية في بطولة البحر الأبيض المتوسط بأسبانيا في إنجاز جديد للسباحة المصرية والإفريقية. ويعد ذلك من أكبر الإنجازات بمشوار اللاعب الذي ما زال يأمل في تحقيق حلم ميدالية أولمبية خلال أولمبياد طوكيو 2020، ليواصل السباح المصري حفر اسمه بأحرف من نور بقائمة أفضل الرياضيين أصحاب الإنجازات ومحقق البطولات، وواحد من أبرز من يمثلون السباحة المصرية بمختلف المحافل الدولية الكبرى. السباحة بتعيش يمكن في الفترة دي ازدهار قوي جدا علي خلف الله، وبشعار وكان في مسيرته بيحقق كثير من البطولات، ولسه عنده طموح كبير جدا يرفع اسم مصر في الأولمبياد 2020، وأيضا كمان فريد عثمان اللي قدرت تحقق إنجاز كبير أيضا للسباحة في كوريا في بطولة العالم، وقدرت تحصل على برونزية 50 متر فراشة. خلينا أكد على شباب عندنا في مصر قادر إن يحقق لمصرنا الكتير، والكتير عنده المقدرة زي ما شفنا في سباحة علي خلف الله، وأيضا كمان فريدة عثمان عندنا مقدرة كمان في شباب اليد اللي قدر يعمل برونزية. اليوم الشباب بيرسم ابتسامة على وجه الرياضة المصرية، والمصريين قدر البلد في تطور كل المنشآت، كل الإمكانيات اللوجستية اللي قدر تقدم خدمات قوية لصناعة الأبطال بقت موجودة عندنا
في بلدنا. التطور ده مش بس نال المنشآت، أيضا نال من عزيمة شباب مصر اللي يقدر في المرحلة القادمة يحقق الكتير. قدر كمان في بطولة الأمم الأفريقية كمتطوعين يقدم الكثير، وبشهادة كل المتابعين وكل اللي كانوا متواجدين على أرضنا مصر قدر إن هم يشيدوا بأداء الأروع ولا أجمل من شبابنا اللي كانوا متواجدين في هذه البطولة. وخلينا نقول دي بوابة لأحداث كثيرة منها جاية، أول محطاتها المعلنة نيلة حتى الآن هو 2021 لكرة اليد. خلينا نأكد على إن بلدنا عندها الكثير ولسه وتقدر وتقدر. عندنا كلام كتير كان بيقال من مشككين ان الرياضه يدوبك هي حاجه للترفيه، الرياضه اصبحت صناعه، الرياضه اصبحت هي راس لكثير من الاقتصاديات لكل العالم، ورساله بتدل على تقدم وازدهار الحضارات لكل الامم اللي بتبقى عندها نتائج في الاولمبياد. بنشوف الدول العظمى قد ايه بيبقى عندهم تنافس في الاولمبياد عشان يحققوا ارقام ويبقوا هم على صدار الجدول المسابقات. بلدنا بتتغير بشبابها، بلدنا في المرحله القادمه ان شاء الله هيكون عندها الافضل بعزيمه شباب بيقدروا يحققوا الانجازات، شباب عندهم رؤيه مع قياده حكيمه تقدر تقودهم الى مستقبل افضل في المرحله القادمه. خلينا نقول النهارده تابعنا كثير والكثير مع حضراتكم من بدايه حلقتنا، ابتديناها مع حضراتكم بالاخبار الخاصه بالقمه 118، القمه 118 اللي كانت بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك بتلقي بظلالها بعد فوز الاهلي بدرع الدوري، مباراه مهمه جدا جدا للدوري عام المصري. عملنا مكالمه ما بين لقاء خاص جدا كان معاكم في تايم لايف عبر الهاتف، ولكن ما بين نجمين وقطبين كابتن تامر عبد الحميد وايضا كابتن سمير كمونة، شفنا اخلاق ولا اروع وحماميه ولا اروع نفسنا نشوفها في الملعب وتبقى قمه ولا اروع هي الاخرى من الاخلاق وايضا المستوى الفني. خليني كمان ناكد على الزمن الجميل لما رحنا مع كابتن ميمي شربين وشفنا منه الكثير والكثير في لقاءات القمه، كانت قمه في التعليق وايضا قمه في المكالمه الموجوده. وصلنا تغطياتنا ايضا لفريق اليد اللي وفرحنا معاهم بعد حصولهم على برونزيه كاس العالم للشباب، وان شاء الله هنتابع معاكم هو ما هو وصولهم ان شاء الله في مطار القاهره. خليني اكد على ان النهارده لقاء نتمنى يخرج لي النور بشكل او باخر، مستوى فني وايضا مستوى اخلاقي. اوعدكم على شاشتكم تايم سبورت هيكون في تغطيه خاصه جدا بشبكه مراسلين المتواجدين في كل حته، هيقدروا ينقلوا لكم الحدث لحظه بلحظه. استوديو تحليلي هيكون ولا الاروع ان شاء الله مع زميل عزيز تامر صار. اشوفكم ان شاء الله في لقاء حلقه جديده من تايم لايف، واشوفكم واستودعكم الله والى اللقاء.